أسبوعيا قف قرآن كدمينا يو أي حاجة أو ربوه هليا وح الله روحه تبنا يو هدو عاف ما ربو هدو أرزاق ربو لكن أسبوعيا ما أنا الأسبوع عندنا لا يهيو قرآن كدمينا والأسبوع ورد ما إله وحيق إسي ما أهن يعني إن عادة نقطه إن دميس قرآن كي كل أسبوع إنا مر دميس وأقل القليل ما يمر عليك شهر كامل إلا وأنت تختم كلام الله سبحانه وتعالى مرك قرآنك وحك استوى على ذو نهيستو أما مشاكله نهيستو أما قلبي جن وحي أن كجره مثلا أو طلب إلهي أن كربنا جل جلاله مركا إلهي قرآنك سأخرنه وأن وين كهلينا لفظا كلي ذم أهن تمعن بمعانيه والتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لبك استوى كهيستو ضد الصمرة لكل ميسا على سبيل المثال وضمر غي سنتهي مشقولة كهيو إلما كهو حريرو هرقيسة ديوكتا مقالة دحوري غيسا هممت كجرتي مشاكل كقلبي كجرن الله يعلم وحانا جعشها إن لبكاس كبحضو هلم إلى القرآن وإمو كلامك إلهي جل جلاله مركات في رسدو آخر سيد لبك كوه يستقف أذين كافي عنا لبك الصومري أتكو أركيسا أولا قلبيا ودقيسا قف مرك مشاكل هيستو قف وكفر فرط مركو هلا ويرنا سنة لكن قف ولا هذا مركو ويو الصومري يسمرو جيسا هو مشغول سنة هذا الحبس لسي قلو وصيوا لنا قف وحبوك السنة ذاك لفر يستقل هذاني وأنت تعسان لي أنت تعسان قبا حاسس إيه ستو وكذا جيسته بس مجرد يستفرغ ما في قلبه ونوع ما وراح سنة مركة قرآنك إمات وحاكو صباح وحي مروك هي دن لب كاسكو نوقف صمرة أركيسة قصدي الأخر نيسا قصدي مركة أخر السد هذا نيس لقصدي وحد كهليسا حل ويقف كاس دباتي كو صمرة ماشا حلكو كهلي هاد كهليسا كلام الله تبارك وتعالى وحو أخريه أما كلماتك وإلهي وقود دواذي آيات سمينيسا مرقتي ماشا سيقول رماتي بإذن الله تبارك وتعالى مركة مرقية سنتهي تقرأ في قوله تعالى من سورة البقرة إلى الناس تمر عليك سورة الأنبياء تمر على قصة يونس عليه السلام قال الله تبارك وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له إنه هو البر الرحيم إلهي باري سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذا ليه نبي لا يونس ونبي أها وحويا برهان كلو وكذا كذا وهذا ما تشكدي صماها عيد آخر كذا إلهي هو نجاك فرحسي هذيننا مؤمنين هذيننا هذا فهم إلهي كتاب كيسا عيد قداش هذا فرحة وين باكو جرته وكذلك ننجي المرسلين ننجي الأنبياء معها محاول الليل وكذلك ننجي المؤمنين أنا كنت حاصلت المعنى إنا أنها مؤمنين إلهي مؤمنين حقنا قديم طيب أدي بناك هالجوكتا رجيسة جوكتا إرك أركويسا وحويان هودت وحوي ذا الريح هودت وحوي قاضن ويسا إلهي فضي جيسا أين يونس عليه السلام في ليلة ظلماء هبين مذو بدأ مذو في بطن الحوت لقمة لا قد يكتبه خلاص على لو كجرا أدو إلهي بتبادي مويان هديك له وحويان يذوب كما يذوب الثلج وحو قدر ما وكم الماء حوت كاس إنه كده أحد ما أذو لكن الله جل جلاله وكسو بتباديي لا تلفون ولا علاقة مع الناس في بطن الحوت في قعر البحر في ليلة الظلماء بضع مذو إمسمك ديال ولا ليه
سو علس بدن سو معه لكن إلهنا بوحبكم علس جل جلاله لكن متى قبل أن يدخل في بطن الحوت ماذا كان يعمل؟ كان عبدا صالحا كان عبدا صالحا لكن إلهي باري وي سبحانه وتعالى أدونك يسمرك مرغيسين يهيو وقدوا هذا دعاء ومركز الدعاء كل عليو إلهي ما عد ليو هدو صالح يهينا ولو زيادية قرهانك لي وحكى لدتك أركينا لسيا وسقوني أنا لودق عليا وي إلهي قدوا هذا جل جلاله ما تقرب إلي عبد بالنوافل حتى أحب صومه درجات مركا هذه بطن الحوت نكون مجرته ومروح لها كوشدا ومسايدة جوكتا وعاف ماذا تقبتا كليا أرن أذي كلوينا كوهيسة لكن وح كوينا جرو هلما إلى القرآن فقط أقرأ هذه الآية تطمئن وحد بلابة مركا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تنفرج كروبك بإذن الله فاستجبنا لها يا كحكت وإلى أساب الأنقاذ وكذلك ننجي المؤمنين وحنون سنتهي حنونا كهي رنتي عذر قال وحال راه إله وان إله كما قال جل جلاله دقاترت وحي إليه نيهو هذه دمشون بتسويسا حال كلمة ليت والله ووحبنا أرقني إلهي أبد بادي دت صاصر الله دقاترت إلا يابن إلهي جل جلاله أبد لي الله الذي أخرج نبينا يونس عليه السلام في بطن الحوت حي باقي جل جلاله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لكن يونس عمل اللأية إلهي برهان تسدي النفحاتك وبحيا لكن يونس انجوغن وحوي يندتك دعاء لأقبل لها انجوغن هذا لك مثال هذا النقطة قدرت ذلك هو نقطة إلهي بركاتك سدار سنيسا لا شك في ذلك مركا حنونا دريم إيسا وضمر قيسنتهي هلما إلى القرآن أخري قصدا وأيوب إذ نادى ربه ربي لا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين انت ستكدو عيسى نيسى إلهي ودوانيسى جل جلاله إلهي وكعافنا بإذن الله لا شك وحاضرتنا إلى المهشو عدى هرمارا بالقاريو ودن كاسد تركي عن وانجوغو وحابل سميي ستالة جرؤو لو قتل قال إن القبير إلمها إلمها الوسمية يعني وح إلهي برهم بالسميان لكن إله بأبور جل جلاله إلمي أبور أمرهن مدهن إلمي سميان ويعني أسباب تي سمران إله بأسميه سبحانه وتعالى الله نخلق جل جلاله ويزرع زراعة الأولاد سمية وحا بناك كإيمانا وأن صومرا صومالي كجرت أجانب كلا حدث ولا حرج كل إلمي ربان ما قرتين أنا كانوا حلقية بائن مت كانوا كم إذا مركز إسلام تأور نأور قادو هذا نأور ما يقاد لا إله إلا الله كوي كلام ملان رجل أنا هاي يا وين عذا يا كوي كلام ملان أنا هذا أول قاد تنبوا واب الله يا بائن مركز سويس كده ليسا حقا وحوي آلاف مؤلف على جو بحياة المها أنا كان إله نقود سبحانه وتعالى إنا إله ماضينا جل جلاله وفي السماء رزقكم وما توعدون مركا إلما طوبها انتهي إن إلهي تتكاسو هرمارين ما قاري كرت ومستشفها سو إلما لقو بيران ما تتكي كرت إنت جوكتها أما باديها تكون وشهي أما صوماليا جوكتها أما قرشك إلما لقو باري لا مهي ستيت هلما إلى القرآن حالك يدوالا هيا هذا تركي قبل في زنة هذه قرش نبيحين تعال إلى القرآن إلما إلهي محراب هكو بيحيا محراب كان إلما بضنا كبوح ننكي قبانا هو ماذا إلهي قرآن كنا نقول الشيخ سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. القرآن كلا فرتت تمع سميست وهو دا مكتو آخر نساء قفك مرقيسان قفك وحكا لهايو إلما الآن قفك أمركو مالها مرايو معناها دو دريم هايو وأركع. زكريا عليه السلام آيات كوريسي قال يا مريم أنى لك هذا راشيك أسكعوني سيدو ودنك بيالين أنت هكا كنتي. قالت هو من عند الله مالك عصي كحجسي أنا بركيسني وأنا سانا معهن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعودا مركة والإله يسكف في عنته أنا إله إبري واسطئ سمي ما جرته أنا إله سوما قرناي أنه إله نكون وراء إن شاء الله إله أنرد سنة محراك وقال الله أكبر دعوه به اسكب بالعبي إله بري جل جلاله. مركة زكريا عليه السلام سورة مريم هذا مركة آخر نيني كنت سورة أن أدو جعلها كم التهاي دوما ودائما إننا آخر أن جعلها بالذات قصة زكريا عليه السلام عظة برهان رحمات رب العالمين وحبنا لك فائدة هذا الكيس سياق مكوضة وإلهي النغور من جل جلاله وحد كدري بثقة برب العالمين كرسوني وكقب الله جل جلاله قف ما أنت إيه شلي إلهي برتي ما أهن حياته كله مع الله إله نونو شيقي دونا في آخر صفاته سورة الأنبياء وأيو كشكو شيقي دونا سبحانه وتعالى إلهي من رحمته يجعل ونوقبه برهان تاسية كرامات كاس مركو نتصو نغم قصبا يوحنا ينو يدينو قفك أرين تاسي قبستي أما نغم قصبا يوحنا يميلك لأن تقنوه أسرار تنوصار عسينا جل جلاله لكن قف القرآن كنت تدبره هيا كفايده لبكي مركز لشيغو ست لبكي لقابك لو بيح لها إيو أسرار تيا لجرته عدي قفصان لهذا الاسكارباكي ليا مركز زكريا عليه السلام إله بري على ذبضا أيو الشيغ عادة قفك مركو دن ليا هاي أما ميلو ربعين يعني كطلابة أما واحد لسيو يعني وحبذن وقارنا وكحول لي مثلا أنا عذر على الكبار مثلا والله فينا لكن عذر ما قبته وحبذ بقبي يعني يا وحبذ إلا قريه واسان وحبذ له أجاني وأني كان بين آدم واد هديك الروح كله يا شروطا ماشي يا له وحي شروطا لو تجيء هذين قط في زهلة قاتو أما دين قطو وحلب بحيو شروطها ماشي يا له قف كان بين آدم كان من ضعفه وقص بينه إنه قريه هل هذا ماشي يا له وحز مجران المهم لا ذهب مليه ناقنا ما بجورسن إلا نقف جورس ذا المهم اللي جوا ما لو وضع عمل شروط أنت ساكو جرتوا وهو قص به إنه عبيه ننقريه صوبة بعده. أما زكريا عليه السلام ربي عبورتي أيوكو عباري الذي أسيه استينا وعديي إسلانتي يكشي كي أسو إسكش أصاعد دان إسكشي كي أو وحوي إني سمش تبر بإسنجرين أو والله لو وضع بابا أي أو ماشي ضدك وحويان أصري أي وضع بابا ضي أيو عديي إله نويدي هذا إنه من رواه إنه أصو إنه لي جل جلاله يا يو وايو كل سنة وحو قبا وكو قبا رب العالمين إنه سنعد لينين وحو آمين سيها يقين قلبي سكجرته إن الله جل جلاله وحاجس قلنا إسنجرين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني أسوسك بالعبي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا لكن ولم أكن بدعائك ربي شقيا فيريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا نحرست هذا أوجهي هذا نكون إميت لكن حال داس نوجرت إلهي يوم وأبدو أكتهي لصعو مركز صدنا آية كوحد معهد ولا قال ربي ولا ما كنت دعائك بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هذا يبالي يوذي ودماتي معهن كانت فعل ماضي
فهب لي عذرداس او شيغيو عيبه دن وحبو اوسن دافين هدنا ثقه برب العالمين فهب لي من لدنك وليا هذا وحبي حي الهي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا دعاء هذا نوح قدري ان عنق اوسن نقن يعني عنق مش الحاله والنقضه ولد صالح فيريا انك انت عواد كبحي هذا نوح سيد البنا طلب كروسي ادك انت اسن ثقه بالله تبارك وتعالى ويوح اكتاغن يحي ميلا وحبل غوينين خزائنه ملأ كل ما تريد ما لم يخطر ببالك إلهك عن تكوهي سبحانه وتعالى واجعله ربي رضيا مركز لو بشاري عادة الإنسان من شدة الفرح ومعقول حقه وحلنا قويسي يعني فرحة كتن كتن بضيسي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أشي سؤالي هذا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر سبحان الله مركز إلهي وحليه قال كذلك قال ربك أمره بين الكاف والنون قال كذلك قال ربك هو علي هين وحال حسوسية نولشيس إيوسو قصو بالأوضي يأورستيس وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا ما قاعد زكرين مجر ما أنبطهين أنا كاكو أبورني مرك أدام كو أبوري وحبي قو معهن وحوي ينكسح هذا هو رب العالمين جل جلاله هذه الأسرار يا جماعة الخير كلها في القرآن تريد أولاد هلم إلى القرآن واقرأ كلام رب العالمين آخر زكريا عليه السلام أستانت إن نظامه قرآن كوكو إلهي سبحانه وتعالى وسيه دلوك مركو قد بستي إلهي وحوفري إنه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قال رب اجعل لي آية سورة الأنعام قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بس أذكرت وط وحويان تذكرت مر كان واحد نيو أنا تاسع رأي الله ربا أذكرت صوقبه صحوي هذا أذكرت يقص حجي إن شاء الله ودارا نسميني ناي ضلك مر كان قد بسيت وحان ربا إلهي مر كان بريسيت دعاء بريسيت بعد الدعاء مباشرة تسبيح تهليل تكبير إن الله يمات أسرار تاس قرآن كان الجهلة زكريا عليه السلام كليكم أكا ومددنا وفرنتها إنتي بمؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين قرآنكم برك أسرار بذنوا ليها وحيوان لسوكوبك يا جماعة الخير وحان قصة يقدرنا إذنين أهل القرآن كمدة وحال سوري إنه أصوص كل غينا يباديها دورك السعودة أو عندها أو بالي وقت رمضان القجرو مركز وملهود بنانك قفنا ما هي واسكفة ديستي وعلى شيخ مركة الله أعلم عن صحتها لكن قصة يقعج بسي القرآن كان غريب كوهن هو سورة البقرة وبلابي ودمي انت أفرك اللي قارين أفرك مركو سورة هذه مركة سورة البقرة ما انت أفرك أذان كهرباء دي أذان كهرباء أنا كو أفر أفر إيه كان أذان مرتكو هاي سورة البقرة وفعلا أفر أو إماذي راشين كلا نوعة وإن دول وحماركو ووحونا إمال انتاز ما أنت لما هذا كويماتي آل عمرو كرفت هذانا سوء أفرى إيمانا بصورة أمر تقاريسي كما يقولون لكن أنا أقول كل صورة أي شيء إيمانا بسوء أفرى صورة أنعام إيمات صور دوسية طبعا الدور الجو يقول يسمى يقانو هندي هو ندب هندي هو بالي وحباء يعني قطعت عليه السبل حق كلامها إلى إن القرآن إلهي ورد وهذا مويا صورة أنعام وأخرية أفر بملاهن هون الداري وحود عن عامي ما تظن أمر تقوه وحب لمسين والله وداي سورة البقرة كل ويسو مرتقادين هذه صومها أو تضواتا كن ملك كل سو دكتي هذا إقاليسي برين أذلهم كوعلنا
هذا يكون تعالى مرك هذا نزلة عن عام وآخرية قابل الصوق هذا وحو أركا سوقري جسجوه مركز ولا دعامي بقرئ كل وي مرتق هذا لكن هذه واحد معلن لما قنيت ب جدك إيسي بنينيز يعني حافظنا هيك سارت ما قرأت أسرار واحد على الشيء قا وحوي القرآن كإله سبحانه وتعالى غريبكم أهم هذو معلن قيامة سورة البقرة وآل عمرة كأنها غاية ياتاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام إيمان أيان أدود أيان ننكي أو آخرين جري غريبكم أهم إن الدنيا واحد نوع عسكوس ميان قرآنك واكي لابد شهيد كالهور مرسيي أو هل قبري أوض السعودان لكن أقرأهم من الكتاب الله هور لمرسيي هل أم إلى القرآن يا أخوة الإيمان والله نريد البركات والخير والشفاء للأولاد وللزوجات أما هل زوجان لها أذكم معددين ما كجروا كل البركات في كتاب الله والله يا أخوة الإيمان الله كريم مركا قرآنك إنه قبص إنه ينقبصنا إلهي كذا كتاب كسئين وإيمانه وإلهي سبحانه وتعالى يعني أسرار تاني إن لا صبحنا علاس نغماهن قرآنك نوين وضعنا قانا تذكر كل قرآنك هو آخرية قصة روانا قصة وختم إن شاء الله تعالى أبو معلمين يا الصور عذي جزاك الله خير نن وحويان يعني قرآنك أدو يقانا معلن كلنا وحويان يعني صبع مقالي كرو ومعلن لكن صبع ربايو مكما بيحي كرو صوالنا وأكتين وأغي يعني وامن اسكو عيبي سنة يقول القرآن مقال لكن محاميش نوكين وربح نقفقو يعني احترام دون مجرين قرآن بالغو اسكو احترام جر ما وحالة صوكو من مركة وقت قاجة يجرت إلى صوكو من مال وحويان يعني عزوما يكجرت معلن كان مركز عيب كيسوكو على ضحودة النية ماشي وأوجي دائما أنت هلبا يا ليه ما حنسمينا مركز دهريو وحال بينا شيقينا القرآن قد القرآن لو حبارسي إيو معنيه دقن كي إيو ونقفقا بينا شيقينا وده هاي محا أقول دوان سمين كرنا وحو ده سبعا قلينا دتك وحا أشيقا ورمعلن كان معلن وين وايكو ده ونحن نسيه هاي هانكو دها قوس كدت أكتيد الصوصيح لكن لقطة هذه إيسو دوي وداي ما رانك عطا بانكر ما حان سميني سوا وحان سميني ودا مرك اللي قفو أران كتابنا لا ده بس ديك ده عند اللي تاب سان وحوي دت كان عشرة وغد ديك نوم قرآن كي الله وضع مرك آيات ما لقفي وطابنا لا إله إلا الله ولي لا صاحب يسأو باقي dadkii waa argagaxay markaa way cabsadeen waxa ninkaana soo xanuunsanaa san aaydu waxa way u dareemay anaku fayow haduu ficnaan laha ka wano ceban laha ninka xanuunku ku fiicay hadhow wixiis halasiyo si gooni loo karaamiyo raashinkii uu cunay waxa weeyaa sidee sheekadu ku dhamaato marka qaliibku ma aha marka quraanka ahlkiisa inuu badbaadiyo nin ahlul quraan la saaxib yahay sawtiisu ku cunay ay tariiqa u soo maro laakiin ma qadin لأنه صاحبه حامل لكتاب الله مركو ولا لي القصص قصص كثيرة القصص كثيرة قصة كلو عجيبة ونين معلمين تا قرآن كأدو يقاني ومعلم لوج الواي وحفظ القرآن ك لوج الواي أيا وحال وحال ده نين كان وأن مال أقلنا امتحان أمرسينه وبس وحي الربان إن هالمرء عيد وقلده وقفه تحدي كستالو سمي ولو جري واي هبين كي ميلو مرا يا مقدئة ايا لو معلمين قدون تاني مدن ماشا انو قال جيت جلامي لنا عنو كفديستي من لنا عصو فديستي معنى كي مركو سود هذي كان وحود هاي طط كان وحود هاي طط معنى كي وشكي مركو سود هدا انسان بن ادن هداتهن شيطان هداتهن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدا انستهن ولا يوهدنا كهذه يوده كلمة ده سيكون حجة تاطط ولا تشطط وهدنا في ريا حفظوا ما شنو القاري وقت وقت جيني هوري هذا شيطان تهين أعوذ بالله وده لا هاي نكمل من قال أما بن آدم ده تهين وأنا حجين يسين طط وحي كجر تاوده هاي ولا يوهدنا لا بده حد وضع كهذه الصورة الصاد ولا تشطط وهدنا
إلى سواء الصراط. كورن إخواني بهذه